فهمت ياسر حاجات. الحرب هذه فسرت لي ياسر حاجات ما كنتش نعرفهم من قبل. من خلال تجربتي المتواضعة مع شريط الأنباء فهمت اللي شعب واحد ما يكفيش. شعب واحد ما يكفيش. هما البلدان اللي مازالوا يستقلوا توا البارح في الأيام عندهم بالقليلة شعب ولا اثني. قال لي احنا يا بعناك اللي يقولك أم عريقة وضاربة في القدم تحتم البيوت المكيفة عنا. والله العظيم حكاية شعب واحد بربي تصور روحك راسك راس الشعب. راك راس ورويس. هذا عاد إذا كان مش راس وذنب. وانت عارف على البلاوات. هيا سيدي اضرب الصفرة ولا كلاش يحك سردينة فاسدة ولا غرق في مسكوك صبت اشتاد سدت تعدى غرق بغدك هاو ترزينا في شعبنا احنا وتبينكنا فيه ويا شماتت عاد البلدان الشقيقة والصديقة فينا. هاي الناس تي احنا الواش اكن زعما نطلعوا في المال السعد ونهولوا ناخذوا حاجه بسيطه ما لها معنى. حرب يا سيدي مثلا ها مال طامعين لك في شعبك فبركوا لك حرب بالعالم مال وين عايش انت دايخ مافيا كامله بتاع شعوب راي مافيا كامله راي يسميهم بالجابوني هذوما ساموراي. ما نستعمل يما يلسك هكا في الكار يعمل لك هكا ويسقط لك على شعبك. تهبط انت يا مروح على متهنكر على روحك مولا الشعب مش هوني. تروح لدويرتك تعمل هكا تضرب عليه ما تلقاه. مرة عاد استعجالي ومركز شرطة وين وماريناج ما نستعمل. وكم من نوم الغدوة تسمع بيه يتهنكر في شارع من شوارع باليرم ولا في وينبر في الماربورو حتى هنا شو سامل ترى شكو باش يشكي هكا يتكيف وبعد ما بلشوهم وبعد ما عاودوا برقشوه وقدوه هكا وبدلوا له البلايك هاي ونحاولوا اكدوه الاخضر الخرنتيت اللي كنت عامله له انت برشكي عاد وقتها لشكون باش تشكي لشكون يا ولدي يزيك من الامم المتحده. يزيك فيها عم قريب ان شاء الله. شكون باش يمنا احنا مازال حد يم وما يمنونا توا ايش يقول لك به ايوه اعطيني شنو هما الادله نتاع ما يكلمك بالقانون ما شرعيه دوليه ولا الحكايه يقول لك شنو هما الادله والبراهين والحجج والقرائن اللي هو شعبك شباش تقول له بربي ها شباش تقول له تراه تقول له هاكا شعره معكرش. هاكا شعره معكرش وعنده الشهامة خارجة من وذنيه اوه على الشهامة بتاع وذني. أو توا نهبط لك نقول لك للماتة طلع لك 50 شعب صاروا معكرش وعنده شهامة خارج من وزنين. يا ولادي كويلار يكون له هدايا منك انت كيفاش؟ شو مش شعبي انت نعرفه حق المعرفة انت حلواش انت كنا هزينا. شو يا اخ من فضلك دقيقة شوية لحظة اسمع تمشيش تحشمني قدام الأجانب عاد بربي مش انت شعبي؟ ها انت مش بمرت القروضك اللي خذيتهم توا نخلص فيهم انا علاش تعرفش يعمل يهزك ويحطك من فوق اللوطه ستيل شكون هالمدروش اللي طيح معايا في القدر على الصباح وانا ما زلت ما شربتش القهوه ديريكت بتاعي هاي نستاهل قد ما هكا انفخنا فيه روح المسؤوليه وعملنا له تنميه الريفيه ومنحه العلوش هاكا شوف كيفاش
برا عاد الواحد تو يقوم يدبك على ايامه يدبرش حتى حل استعجالي شدني يدز بجاب يدبر لها شعب على روحه مش شو يقعدوا بلاش يا ويلو عاد الواحد اللي كان يطيحوا بها هكا التجار والمضاربين يشبعوا فيه معناها مالا شنو ويلقاش الواحد زاد بنادم بشعب على كتف ماهوش مطابق المواصفات اللي مكتوبه في كراس الشروط مالا هذا اذا كان ما لك دولكش شعب خادم من قبل دوزيام ما ايه مال يجيك هكا مشلل من عقاب نظام شيوعي ولا هكا خريتي ولدنانا مستانس هكا بالتراكريكا بتاع المؤسسات الديمقراطية ولا شنو وانت حاجتك بيه فحل اللي خوض معركة النمو حاجتك بيه فحل ولا حاق بالأمم ما يزم هذه رمانات نجم نوحل ولذا يلزم نطلب فيه جارانتي على الأقل معاً مع التعريف بالإمضاء في القبضة زيد وزيدك زيادة ردوا بالكم في حالة عطب تحلوه انتم بيديكم إذا شعب تحل في حالة عطب مش في الدار راهو يموت عليه الجارانتي هو الحقيقة راهو ما خيرش بالتطليع التطليع وحده التطليع يتكلف مش ما يتكلفش معين عبو الدنيا قدش بلعيشوا فيها والله العظيم حرام فينا احنا شعب جديد ينبر من قرطاسه هكا يزينا يا اخي ما تمرمدنا وتحرمنا التطليع التطليع مع التطليع التطليع ما يحبش الدهك زادا مالش ما بينا حتى كي انت حاجه مطلع ما مش بتاع تزيق وطباعي خليوه نتاع خرجه نتاع رسميات ما يجيناش حد من برا على غراده ومن بعد هكا الواحد في عقله يمشي يدبر لها شعايبين ثلاثه نتاع كل يوم انا نقضيو بهم مصالحنا مد هذيك بدل لي هذيك صوف هذيك يضربك شي ما والتخليط مش به عينك ميزانك هكا متاع الكوره ما تبعثوش للمهرجانات الصيفيه ومتاع نهار الجمعه ما تعطيه شي يشد البيروهات هكا باهي التخليط بالكل حلوه يوليو لك عاد فرد تركيز كلام وفرد عوايد وفرد تنبير وماله ويدافعوا لك على نفس القضيه يا سيدي غلطوا لك في القضيه اش تعمل ذات اشهر الجام اللي يسخلوها هي تطلع مش هي اش تعمل نقعدوا بلاش قضيه نمشيو نسلفوا جمره قضيه من عند الجيران لا نخرجوا الشعب اللي عنده قضيته في يده جديده فريشك حاضر باش يدافع عليها مش باهي التخليط بالكل مش باهي خاطر اذا كانت فاهموا علينا وتقاراوا علينا ولاو يقوموا مع بعضهم ورقدوا فرد وقت يقوموا مخر فرد وقت مالا شنو الفرق عدا بيننا وبين شعب عنده شعب واحد قلت لكم ما تجيش خاطر شعب واحد راهو ما يكفيش